بسم الله الرحمن الرحيم. لك أيها الصائم القائم الموفق، أبشر بالخير من ربك الكريم، فما أحياك الله إلى نهاية الشهر إلا لمحبتك وقربك من الرحمن. وهذه صحائف قد زادت من الأعمال الصالحة، فهنيئا لك الصيام والصدقات والدمعات والصلوات، وزادك الله من جميل فضله وإحسانه. وفي الختام، من أجمل اللحظات في نهاية هذا المضمار أن الله يكافئنا بالعيد السعيد توزع فيه المكرمات. فعيدك سعيد بهيج، وأفرحك الله بتمام النعمة، وحفظ الله البلاد وحكامها، وجعل الله أيامنا أعياد ومسرات. آمين آمين. من هنا، من أرض الإمارات، دار زايد الخير، تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب، وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة